صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 57 لسنه 2023 بنقل سفير فوق العاده مفوض الى وزاره الخارجيه وذلك بناء على عرض وزير الخارجيه وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه ينقل السفير الدكتور محمد بن عبد الغفار عبد الله رئيس البعثه الدبلوماسيه لمملكه البحرين لدى الجمهوريه الفرنسيه الى وزاره الخارجيه